على كل اليوم كان عندي لقاء مع وزير العدل اليمني للتوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك ولتبادل التجارب والخبرات. ولقد زارني سيد وزير العدل بعد حضوره مؤتمر مجلس وزراء العدل العرب، وهو الآن احنا الآن هيأنا برنامج وتصور للمستقبل من أجل أولا دعم الإخوة في اليمن من أجل إعادة بناء الدولة بعد الحرب، ثم كذلك لدعمهم في بناء المجال القانوني وكذلك المؤسسات القانونية. ولقد أكدنا على استعدادنا في المغرب لأنه اليمن دولة صديقة عزيزة علينا، ونحن سنعقد الاتفاقية ثم آنذاك سنتحدث وسنؤسس فكرة ما هي الخطوات المقبلة التي سنقوم بها.